إلى محطتنا التالية مشاهدينا، والذي نتناول فيه الملف السوداني. ففي خطوة قد توسع دائرة الخلاف مع العسكريين، طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم بالسودان الأربعاء بنقل رئاسة مجلس السيادة الانتقالي إلى المدنيين. جاء ذلك في بيان صادر عن قوى الحرية والتغيير عقب اجتماع لمجلسها المركزي عقد أول أمس الثلاثاء في العاصمة الخرطوم. وجدد المجلس الالتزام بإصلاح وتطوير القطاع الأمني والعسكري وتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاقية السلام، واعتماد خطة تؤدي إلى بناء قوات مسلحة واحدة وانضمام كل القوى خارج القوات المسلحة إليها. وطالبت بأن تكون الحكومة المدنية مسؤولة بصورة مباشرة عن قوات الشرطة وجهاز الاستخبارات العامة. إلى ذلك أعلن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير عودة العمل بكل طاقة لتشكيل المجلس التشريعي. وقال المجلس إنه يعمل على تشكيل أوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة السودانية التي أطاحت بحكم عمر البشير. جاء ذلك في لقاء أمس الأربعاء جمع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع وفد المجلس بالعاصمة الخرطوم وفق بيان لمجلس الوزراء. وأكد المجلس التزامه بالشراكة وفقا للوثيقة الدستورية، ورحب برغبته في توسيع قاعدة الحرية والتعبير بضم كل قوى الثورة، ورحب بجهود حمدوك في اتصالاته مع العدل والإحسان وحركة تحرير السودان. وللحديث أكثر حول مستجدات الحالة السودانية معنا عبر سكايب الدكتور محمد ضوينة الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بك معنا دكتور محمد. ما الجديد في مطالبة المكون المدني استلام قيادة مجلس السيادة مع أنها مقررة وفق الوثيقة الدستورية في نوفمبر القادم؟ الجديد أن مجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يواجه ضغوط شعبية كبيرة جدا، وضغوط من المكون العسكري وكذلك من القوى السياسية السودانية، لأنهم لم يستطيعوا أن يحافظوا على ضوابط الثورة السودانية ومواثيق الوثيقة الدستورية وعهودهم مع الشعب السوداني. وبالتالي الآن نشهد كثير من التنازلات التي يقدمها هذا المجلس وكثير من المواقف، ومن بين ذلك يحاول أن يضغط تارة المجلس العسكري أو المكون العسكري بأنه يطالب بالرئاسة للمدنيين، وأحيانا يقدم تنازلات لإرضاء الشعب السوداني ينفذ نحو تكوين المجلس التشريعي. وهذه كلها أمور لا تجدي نفع، لأن الشعب السوداني الذي فوض قوى الحرية والتغيير كان واثقا فيها وكان أمن على الوثيقة الدستورية أن تؤول الرئاسة في نهاية أو في منتصف الفترة الانتقالية إلى مدني. ولكن المدنيون الآن الساحة السودانية لا يثق الشعب كثيرا بأنهم يحافظوا على هذه الدولة ويحافظوا على الثورة ومخرجاتها، لأن العجز صاحب الساحة وعنوان المشهد في كل مجالات الحياة، في مجالات العدل، في مجالات الحرية، في عيش الكريم، في قضايا السلام. هذه الحكومة لم تقدم شيئا، وبالتالي نعم. الشعب السوداني نعم. يتردد في أن يكون الرئيس مدنيا باقي الفترة. نعم، ما الجديد المأمول لدى المكون المدني في الحكم بحال استلم يعني قيادة المجلس السيادة؟ يعني ما الذي سيتغير بنظرهم؟ ما الأوراق التي سيجنونها؟ ما التغيير الذي يعدون به الشارع فيما لو حصل وتسلموا في نوفمبر قيادة مجلس السيادة؟ أنا أظن هذا كرت ضغط للمكون العسكري حتى يتنازل عن الموقف المتشدد الذي يتبعه الآن وإصراره على تكوين حكومات كفاءات مستقلة، لأنهم بينهم غير متفقين على الاختيار، كما اختلف
كثير من المواقع. وإذا كان يعني لا قدر الله جاء هذا الأمر وحقق وبطريقة أو بأخرى وإن كنا نراها بعيدا، لا يستطيع أن يقدم شيئا، لأنهم حتى الآن ما استطاعوا أن يعني 3 سنوات من عمر الفترة الانتقالية. الآن لو جردنا الحساب ماذا فعلوا في الدولة السودانية؟ ما زالت الدولة السودانية تشهد عدم استقرار اقتصادي، سيولة أمنية، تشهد غياب العدالة في كل مراحلها، لا توجد حريات، هناك معتقلين في السجون، هنالك كبتر الحريات، دكتاتورية مطلقة، هنالك تنازع بين قوى الحاكمة، هنالك صراعات حزبية، وخالفوا الوثيقة الدستورية من مبتدأ التشكيل. هذه الوثيقة الدستورية التي دعت إلى تكوين حكومة كفاءات مستقلة، هم آثروا أن تكون حكومات حزبية واحتفظوا بالكراسي، بل واختزلوا التشريع بيدهم والتنفيذ بيدهم والسياسات كلها بيدهم، واختزلوا العدالة بيدهم، كل شيء أصبح بيد الأحزاب السياسية الحاكمة الآن. وهذا أمر يخالف في طبيعته ويخالف في تحقيقاته كل الوثيقة الدستورية التي جاءت بها. فإذا لا يمكن أن يقدموا شيئا ينتظره الشعب السوداني، الشعب السوداني لا يقبل أيضا أن تدمر الفترة الانتقالية، لأن ما تبقى من الفترة الانتقالية هي للانتخابات. نعم. فكيف يأتي حزب يكون رئيس الدولة السودانية ويجري انتخابات حرة ونزيهة؟ الشعب يميل أن تكون الفترة المتبقية التي تكون فيها الانتخابات بإشراف المكون العسكري وبإشراف حكومة مدنية مستقلة ليس لها انتماء. نعم. جرت دعوة بقوة من قبل المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير لتشكيل مجلس تشريعي. على ماذا تدل يعني هذه النتيجة المرجوة، هذه الدعوة بالعودة بقوة والعمل بكثافة، على ما تدل برأيك؟ تدل على أن مجلس المركزي تعرض إلى اهتزاز في عرشه وواجه يعني حاضنة جديدة. الآن سيواجه قوة حرية التغيير في المرحلة الثانية أو بأسلوب جديد، وأيضا يواجه موقف عسكري متشدد في مجلس السيادة، ويواجه ثورة شعبية في كل الولايات أعلاها شرق السودان. فلهذا لابد أن يقضي بعض المناورات. فلو كانوا يريدون أن يقيموا المجلس التشريعي لماذا عطلوه كل هذه 3 سنوات وهو هيكل أساس من هياكل الفترة الانتقالية في الوثيقة الدستورية؟ هم لا يريدون مجلسا تشريعيا ينظر لهم، يريدون أن يكون التشريع بيدهم حتى يتحكموا في الدولة ويحولوها إلى انتقامية وتصفية حسابات. الآن جاءت الدعوة إلى تكوين المجلس التشريعي لتخدير الشباب الذين خرجوا الآن في الشوارع وأغلقوا هذه الشوارع، يريدون أن يمتصوا غضب الشعب ويحيلوا كثير. لكن هم إذا أرادوا أن يطبقوا الوثيقة الدستورية حقيقة، أولا لابد من تكوين حكومة كفاءات مستقلة ما نصت عليه الوثيقة، ثم تكوين مجلس تشريع حر، وتكوين مجلس قضائي ومحكمة دستورية، حتى يحس الشعب السوداني أنه يعيش في وطني عزيزا مكرما، فيه سلام، فيه عدالة، فيه تشريع، وفيه حكومة راشدة تستطيع أن تأخذ البلاد إلى الأمان. لكن وجود أحزاب تسيطر على الموقع مجلس المركزي لقوى الحرية التغيير، وتكون مجلس بمزاجها وبنسب وحصص حزبية لأحزاب غير مقبولة في الشارع السوداني، نعم، هذا لن يقبله الشعب السوداني وسيؤدي إلى مزيد من التشرذم والتشظي في المجتمع السوداني. نعم. منذ الحديث عن الانقلاب الأخير والتراشق الكبير الذي حصل بين المكون العسكري وكذا المدني، ما الذي تغير دكتور محمد؟ ما الذي تغير بالحالة السودانية؟ يعني تابعنا الحديث عن الانقلاب والتراشق والاتهامات وما إلى ذلك، اليوم ما الذي تغير؟ ما الذي استجد بناء على كل ما جرى خلال الأسابيع الماضية؟ تغيرت أشياء كثيرة جدا في الدولة السودانية وتحولت إلى مجالات أخرى عكسية تماما. أول هذه التغيرات أن الشعب السوداني شعر بأن الانتقال مهدد بانقلابات عسكرية، مهدد بتقويض فشل الأحزاب وبتقويض النظام الانتقالي، وبالتالي دعا دعوة صريحة وواضحة إلى تغيير الحاضنة وإلى ضرورة الذهاب إلى الانتخابات المبكرة. كذلك أدى هذا إلى تشكيل نوع من الضغط الشعبي للعدالة وللقضاء السوداني بأن يتدخل ويحسم هذا الفساد العدلي الذي مشاهد من الحكومة الانتقالية متمثل في لجنة إزالة التمكين. وهنا ظهر القضاء وحكمت المحكمة العليا القومية بإبطال قرارات لجنة إزالة التمكين، والشعب السوداني حس أن هناك عدالة في الدولة السودانية، هناك قضاء ما زال
نزيها وما زال عفيفا، والآن الشعب السوداني يرى أن هنالك اتجاهات صحيحة نحو تصحيح الوضع الخاطئ في كل مجالات الحياة، وبالتالي هذا تغير مهم. التغير الثاني هو أن الشرق ما زال يغلق كل المنافس ويطلب شروطا واضحة لا يتحيد عنها تماما، وكذلك المكون العسكري ثابت على موقفه بعد الانقلاب الفاشل لأنه يرى هناك مهددات أمنية، وهذا المهددات الأمنية لابد أن تواجهه باستقرار سياسي في الحكم، وبالتالي لابد من التوافق السياسي. كل القوى السياسية السودانية لابد أن تجتمع وتوافق على حكومة وتوافق على إكمال فترة انتقالية بوعي وبرضا تام، كذلك لابد من اللجوء إلى مطالب الشعب السوداني وتحقيقها في مجال الاقتصاد في مجال الحرية والعدالة وغير ذلك. كل الشكر لك دكتور محمد ضوينة الكاتب والمحلل السياسي على وجودك معنا ضمن هذه المحطة المرتبطة في مستجدات الحالة السودانية. مشاهدينا